السلام عليكم. طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بير مراد رئيس الجزائر، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم كافة المواطنين أن الأشخاص والظاهرين على صور يشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال. وفي هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لسالفي الذكر، سواء التقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى محكمة بير مراد رئيس الجزائر أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي الجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة والدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.